سنكتشف في هذا الفيديو عن أكثر من 20 نبوة وأنماط كتابية تشير إلى أن الله أخبرنا في كتابه عن سنة مجيء المسيح. سوف نقوم بمراجعة كل نبوة تتحدث عن مجيء المسيح الأول منذ 2000 سنة، وأيضا عن عديد الأدلة من الكتاب المقدس التي تؤكد أن عودته ستكون في سنة 2030. ما سنجده هو أن العشرات من النبوات والأنماط حددت بدقة سنة ميلاد مسيحنا. هذه النبوات تظهر لنا أيضا مجيئه الثاني والذي سيكون في سنة 2030. وبما أن هذه النبوات كانت دقيقة جدا في التنبؤ بمجيئه الأول، أليس من المعقول أن نتوقع نفس الشيء لنبوات قدومه الثاني، بما أن النبوات قدومه الأول كانت صحيحة ودقيقة للغاية. النبوة الأولى، نبوة الخلق. في كتاب إشعياء 46 إصحاح عدد 10 كتب النبي إشعياء أن النهاية معلنة منذ البداية. نعلم أن البداية موجودة في سفر التكوين 1 إصحاح عدد 1، وهي قصة الخلق. نحن على وشك رؤية كيف أن كتاب الخلق يخبرنا منذ البداية عن خطة الله للبشرية كلها. كان من الممكن أن ينتهي الله من خلق الكون على الفور، ولكن كما تعلمون لقد حدد الله عمدا 7 أيام لسبعة أحداث مختلفة. فلم يحدد 7 أيام للخليقة فحسب، بل اختار أيضا بالتحديد أن يفعل ما فعله في كل يوم من تلك الأيام. تمثل هذه الأيام السبعة 7000 عام للبشرية، وهي خطة الله الكاملة للإنسان. كلها موجودة في الإصحاح الأول من الكتاب المقدس، لذلك قال إشعياء إن النهاية معلنة منذ البدء. قبل أن نكشف عن تفاصيل نبوة الخلق، نحتاج أولا إلى توضيح مبدأ مهم جدا. هذا المبدأ النبوي هو اليوم الواحد كألف سنة. يعلمنا هذا المبدأ أنه عندما يذكر الكتاب المقدس كلمة يوم واعتمادا على السياق يقصد به 1000 عام. ليست هذه فكرة جديدة، فتصف بعض الكتابات المسيحية المبكرة مبدأ اليوم الواحد كألف سنة. مثلا رسالة برنابا 15 جزء 3 كتبت 100 بعد الميلاد، يتحدث عن السبت في بداية الخليقة ويقول: وصنع الله أعمال يديه في 6 أيام وفي اليوم السابع انتهى واستراح في اليوم السابع وقدسه. ويفسر ذلك قائلا هو أن الخالق سينهي كل شيء في 6000 سنة، لأن اليوم الواحد عنده هو 1000 سنة، وهو نفسه يشهد قائلا: هو ذا يوم الرب كألف سنة. لذلك في 6 أيام أي في 6000 سنة يتم كل شيء واستراح في اليوم السابع. يقصد أنه عندما سيأتي المسيح سيبطل زمان الشرير ويدين الأشرار ويغير الشمس والقمر والنجوم، ثم يستريح في اليوم السابع. أيضا قال في رسالة إرناوس 150 سنة بعد الميلاد، لأنه في عدد الأيام التي خلق فيها هذا في آلاف السنين سيتم الانتهاء. هذه قصة الأشياء التي خلقت سابقا، كما أنها أيضا نبوة عما سيأتي، لأن يوم الرب كألف سنة وفي 6 أيام اكتمل الخلق. فمن الواضح إذن أنها ستنتهي عند السنة 6000. كان ذلك في كتاب ضد البدع جزء 5، مع العلم أن إيرناوس تدرب على يد بوليكاروس، ثم تدرب بوليكاروس على يد يوحنا الذي كتب سفر الرؤيا. ميثوديوس 300 ميلادي، لأنه في 6 أيام صنع الله السماء والأرض وأكمل العالم كله وبارك اليوم السابع وقدسه. لذلك في الشهر السابع عندما يتم جمع ثمار الأرض أمرنا بحفظ عيد الرب، وهو ما يعني أنه عندما ينتهي هذا العالم عند 7000 سنة سيكمل الله العالم يفرح بنا. ثم عندما تتم الأزمنة المعينة ويتوقف الله عن تكوين هذه الخليقة في الشهر السابع، سيكون يوم القيامة العظيم. ذلك في كتاب وليمة العذار 10 الخطاب 9 الفصل الأول. لاحظ كيف ربط هؤلاء الكتاب الأوائل هذا المفهوم بالخليقة. ولكن أين نجد مبدأ يوم واحد كألف سنة في الكتاب المقدس؟ أولا في بطرس
رسالة بطرس الثانية نرى أنه في سياق يوم الرب، فإن التعليم بأن طول اليوم هو 1000 سنة. يقدم بطرس مبدأ يوم واحد كألف سنة في قصة الخلق للرد على المتشككين الذين يسخرون من الوقت الذي يستغرقه عودة المسيح. والآن يجب أن نسأل السؤال التالي: من أين حصل بطرس على مبدأ يوم واحد كألف سنة؟ أولا لننظر إلى كتاب المزامير مزمور 90 إصحاح 3: تعيد الإنسان إلى التراب وتقول: ارجعوا يا بني آدم، إن 1000 سنة في عينيك مثل أمس بعدما عبر، أو كهزيعا من الليل. وكما نرى تربط هذه الآية فترة 1000 عام بيوم، وقد انفرد العلماء بنسب مؤلف هذا المزمور إلى موسى. من أين كان موسى يفهم هذا المفهوم على أنه 1000 سنة كيوم واحد؟ نجد دليلا في السياق السابق يذكر بالتحديد كيف سيعود الإنسان إلى التراب، وأين قيل لنا لأول مرة أن الإنسان سوف يعود إلى التراب؟ يخبرنا بذلك تكوين 3. وربما ليس من المستغرب أن يكون موسى على دراية بسفر التكوين لأنه هو كاتبه. كتاب التكوين 19 إصحاح 3: بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب وإلى التراب تعود. لماذا قيل لآدم أنه سيعود إلى التراب؟ لأنه قيل له سوف يموت في نفس اليوم الذي أكل فيه من شجرة معرفة الخير والشر. نجد ذلك في كتاب التكوين 2 إصحاح 16: وأمر الرب الإله الإنسان قائلا: أكلا من جميع شجر الجنة، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. هذه الآية حيرت الكثيرين، فلم يمت آدم في نفس اليوم الذي أكل فيه من الشجرة، ويبدو أن هناك تناقضا، وقد دفع هذا البعض إلى القول: حسنا، ربما مات آدم روحيا في ذلك اليوم ومات حرفيا لاحقا. قد يكون هذا منطقيا في بعض العقول، لكن الله عرف الموت حرفيا بأنه العودة إلى التراب نتيجة لهذه الخطية. لكن آدم عاد إلى التراب بعد ذلك بكثير، ونحن بحاجة إلى تفسير أفضل. بما أن الموت المرتبط بخطيئة آدم معرف بأنه الرجوع إلى التراب، وقد حدث ذلك بعد ذلك بكثير وليس في نفس اليوم، فلا بد أن تكون كلمة يوم هي التي لا نفهمها بشكل صحيح. الاستنتاج المعقول الوحيد هو أن الله لم يقصد فترة 24 ساعة في استخدامه لكلمة يوم. لهذا فإن البحث عن فهم أفضل لكلمة يوم في سياق ما قيل لآدم سيكون اكتشافا رائعا. ونجد أن آدم عاش 930 سنة إلى يوم وفاته، تكوين 5 إصحاح 5: وهكذا تكون كل الأيام التي عاشها آدم 930 سنة ومات. لقد عاش آدم أقل من 1000 سنة، وبالتالي إذا كان الله يستخدم 1000 عام كيوم عندما أعلن لآدم أنه سيموت بالتأكيد في نفس اليوم، فإن ذلك سيكون أكثر منطقية. بهذا المعنى مات آدم بالفعل في نفس اليوم الذي أكل فيه من الشجرة. والآن نفهم أين توصل موسى وبطرس إلى الفهم القائل بأن 1000 سنة تعادل يوما واحدا عند الله. في حين أن كل هذا قد يكون رائعا، ولكن هناك الكثير الذي يجب أخذه في عين الاعتبار، فكل هذا يرتبط بالمسيح أيضا. عندما نقرأ إشعياء الأصحاح 65 الآيات 18 إلى 25: والذي يدور حول حكم المسيح المستقبلي والذي سيبلغ 1000 عام، أو بمعنى آخر يوما واحد. وكجزء من مجيء المسيح الأول شبهه بولس بأنه آدم الأخير في كورنثس 15 إصحاح 22. لذا فالمجيء الأول للمسيح كان كنموذجا لآدم، ويمكن تمثيله ب930 عاما من عمر آدم. احتفظ بهذا الرقم إلى وقت لاحق. وبينما تشير الآية 22 إلى المجيء الأول، فإننا في الآيات 23 و24 نكتشف أن المسيح سيعود كملك لفترة من الزمن، ويشير إلى مجيئه الثاني. وبشكل أكثر تحديدا، عندما يملك المسيح علينا أن نفهم أنه سيملك كالملك داود،
نجد ذلك في لوقا 32 إصحاح الأول، يقول: سيكون عظيما وابن العلي يدعى، وأعطاه الرب الإله كرسي داود. وكما مات آدم في عمر يناهز 930 عاما، مات داود عن عمر يناهز 70 عاما. وفي المجيء الثاني للمسيح نعلم أنه سيكون ملكا ويملك كالملك داود. الآن دعونا نتبع الرياضيات. المسيح في مجيئه الأول كآدم الأخير مرتبط بآدم الذي مات 930 عاما، وفي مجيئه الثاني بصفته الملك داود كان مرتبطا بداود الذي مات عن عمر 70 عاما. 930 زائد 70 يساوي 1000. قد تلاحظ أن هذا يربط مباشرة بحكم المسيح الذي سيبلغ 1000 عام. كتاب الرؤيا 20 إصحاح عدد 6: مبارك ومقدس من اشترك في القيامة الأولى، مثل هؤلاء ليس للموت الثاني سلطانا عليهم، بل سيكونون كهنة لله والمسيح وسيملكون معه 1000 سنة. كما أثبتنا سابقا فإن اليوم عند الرب هو 1000 سنة، وسيملك ربنا المسيح لمدة 1000 سنة. والآن نعرف لماذا يشار إلى فترة 1000 سنة باسم يوم الرب في الكتاب المقدس. ويمكننا الآن أيضا أن نرى لماذا يشير بطرس في رسالته الثانية الإصحاح الثالث إلى يوم الرب عندما يذكر مبدأ اليوم كـ1000 سنة. بعدما كشف بطرس عن مبدأ يوم واحد كـ1000 سنة، قدم عرضا ذكيا لتفسير ذلك، فقد أشار إلى أن الأرض والمياه خلقتا في يوم معين. ومن المثير للاهتمام أنه يذكر أيضا الحقيقة المرتبطة، وهي أن العالم قد تم تدميره أيضا بالمياه. في هذه الطريقة الرائعة يشير بطرس إلى وجود صلة بين اليوم الثاني من الخلق وطوفان نوح. وما يعنيه ذلك بحسب بطرس هو هذا: تنبأ اليوم الثاني من الخلق بآلاف السنين التي سيحدث فيها طوفان نوح. لماذا يقدم بطرس هذه الرواية كردا على سبب تأخر عودة المسيح إلى يوم الدينونة؟ وما علاقة رواية الخلق بالمجيء الثاني للمسيح؟ الجواب ببساطة رائع: يعلمنا بطرس ببراعة كيفية تفسير نبوة سفر التكوين، ثم يترك لقرائه اكتشاف هذه النبوات بشكل أكبر، وهذا هو بالضبط ما سنفعله. وعندما سنستخدم هذه الطريقة التفسيرية لكل أيام الخلق، فإننا لن نرى خطط الله الكاملة للبشرية فحسب، بل سنرى الطابعين الزمنيين المحددين لموعد مجيء المسيح. وبمجرد أن نرى هذين الطابعين سنفهم وجهة نظر بيتر. الاستنتاج الخفي الذي توصل إليه بطرس هو أن المجيء الثاني للمسيح سيتم بعد حوالي 2000 سنة. بينما يجيب بطرس على المستهزئين بالإشارة إلى أن عودة المسيح ستستغرق 4000 سنين، إلا أن تلك 2000 سنة قد مرت الآن تقريبا، وقد لا يكون المجيء الثاني للمسيح بعيدا جدا بالنسبة لنا. دعونا نطبق طريقة بطرس في تفسير النبوات. اليوم الأول، السنة الكتابية 0 إلى السنة الكتابية 1000. في اليوم الأول من الخليقة انفصل النور عن الظلمة، وذلك في تكوين 1 إصحاح 3. في الألفية الأولى للإنسان أخطأ آدم وحواء، وبالتالي أدخل الظلمة في الإنسان، ذلك في رومية 5 إصحاح 12. وبذلك فإن الفصل بين الخير والشر والنور والظلام في الإنسان هو اكتمال اليوم الأول من الخليقة. اليوم الثاني، السنة الكتابية 1000 إلى السنة الكتابية 2000. وكما قال بطرس لنا بالفعل، في اليوم الثاني من الخليقة غطت الأرض المياه، ثم انفصل الماء الذي تحت عن الماء الذي فوق، ونجد ذلك في تكوين 1 الإصحاحات من 6 إلى 10. وفي الألفية الثانية من عمر الإنسان غطت الأرض مرة أخرى مياه من ينبوع الأعماق من أسفل،
ومياه كمطر من فوق، نجد ذلك في تكوين 7:19. ثم انحسرت المياه مرة أخرى إلى الأرض من الأسفل وتبخرت إلى السماء من فوق، تكوين 8:1. وبذلك فإن الطوفان هو إتمام اليوم الثاني من الخليقة. اليوم الثالث، السنة الكتابية 2000 إلى السنة الكتابية 3000. وفي اليوم الثالث من الخلق تم توفير الأرض وأنتجت ثمرا يحمل بذورا، نجد ذلك في تكوين 1:9. وبالمثل في الألفية الثالثة للإنسان وعد إبراهيم بأن نسله سيحصل على الأرض، تكوين 22:18. وأيضا في الألفية الثالثة للإنسان أعطيت إسرائيل التوراة المكتوبة ويشار إلى كلمة الله باسم النسل، ذلك في لوقا 8:11. ثم غرست إسرائيل في أرض الموعد، وبذلك أن الوعد بنسل إبراهيم وأعطاء التوراة وأرض الموعد هو تحقيق اليوم الثالث من الخليقة. اليوم الرابع، السنة الكتابية 3000 إلى السنة الكتابية 4000. وفي اليوم الرابع من الخلق خلقت الشمس باعتبارها النور الأعظم، تكوين 1:14. في نهاية الألفية الرابعة للإنسان جاء مسيحنا إلى العالم كنور، يوحنا 12:46. وأيضا في ملاخي 4:2، كشمس البر التي تشرق والشفاء في أجنحتها. أيضا انظر إلى ارتباط المسيح بالشمس في لوقا 1. كان المجيء الأول للمسيح هو تحقيق اليوم الرابع من الخلق، وقد جاء في الوقت المحدد وسوف يأتي مرة أخرى في الوقت المحدد. سوف يكون هناك كثير حول ذلك في وقت لاحق. اليوم الخامس، السنة الكتابية 4000 إلى السنة الكتابية 5000. في اليوم الخامس من الخلق تم خلق الأسماك والطيور وأمرهم بالتكاثر في كل الأرض، تكوين 1:20. في بداية الألفية الخامسة للإنسان أصبح تلاميذ المسيح صيادي الناس، متى 4:19. وملأ الروح القدس كل التلاميذ، وكانت روح القدس مشبها بالحمامة، يوحنا 1:32. أيضا أعمال الرسل 2:2، لقد أمرنا المسيح أن نكثر التلاميذ في الأرض كلها، متى 28:19. وبالتالي نكثر الطيور والأسماك بشكل مجازي. إن تكثير التلاميذ المسيح في الأرض هو تحقيق اليوم الخامس من الخليقة. اليوم السادس، السنة الكتابية 5000 إلى السنة الكتابية 6000. في اليوم السادس من الخلق خلق الإنسان مع تعليمات أن يتكاثر ويملأ الأرض وأن يمارس السيادة على الخليقة، تكوين 1:28. في نهاية الألفية السادسة للإنسان نرى أن تعداد البشر قد ملأ الأرض بشكل كبير وحقق سيطرة غير مسبوقة على الخليقة. إن ملء الإنسان للأرض وممارسته السيادة هو تحقيق اليوم السادس من الخلق. اليوم السابع، السنة الكتابية 6000 إلى السنة الكتابية 7000، نبوة السبت. ويتبقى لنا الآن اليوم الأخير من رواية الخلق. وفي اليوم السابع من الخلق لم يخلق الله بل استراح. اليوم السابع من الأسبوع هو يوم السبت بالعبرية. كان كاتب العبرانيين أيضا يضع في ذهنه نبوة السبت عندما علم أن اليوم السابع من الأسبوع يصور حكم الألفية للمسيح، عبرانيين 4:3. سيأتي هذا اليوم، أي 1000 سنة، أي عودة المسيح، وبالطبع أن يستمر 1000 سنة، تماما كما كان ينبغي أن يكون كل يوم إلهي وفقا لتكوين 1:90:4 وبطرس 3:8. أيضا انظر يوحنا 11:24 ورؤيا 20:1.
يشار إلى اليوم السابع أو لفترة الألف عام هذه أيضا باسم يوم الرب في الكتاب المقدس، ولهذا السبب بالتحديد يعلن الأنبياء أن العديد من الأحداث النبوية ستحدث في يوم الرب، ليس لأنها فترة 24 ساعة بل فترة 1000 سنة تبدأ وتنتهي بالدينونة والقيامة. بداية السنة السابعة آلاف هي عندما يأتي مسيحنا ليجمعنا ويأخذنا إلى أرض الموعد، وسوف نملك ونستريح معه لمدة 1000 سنة كتحقيق نبوي لسبت يوم السابع. ولهذا السبب أشار المسيح لنفسه بأنه رب السبت، متى 12 إصحاح 8، وكان موته دفنه وقيامته في عيد الفصح الأول وباكورة يوم الخامس. سيتم تعزيز الجدول الزمني الذي أنشأناه في نبوات عديدة. على سبيل المثال، لاحظ كيف أن هناك بالضبط 2000 سنة أو يومين بين موت المسيح ودفنه وقيامته والمجيء الثاني. سيكون لهذين اليومين أكثر أهمية لاحقا. الأيام السبعة الأولى من خلق هذا العالم تكشف أيضا السبعة آلاف سنة الأولى وخطة الله الكاملة للبشرية والمجيء الأول والثاني للمسيح، لكننا بدأنا للتو. كل ما قدمناه إلى حد الآن هو البداية فقط، فكل هذا هو نبوة واحدة فقط من ضمن عشرات النبوات والأنماط التي يجب اتباعها، فكلها تشير إلى نفس الجدول الزمني.